تعرف أكثر عن لعبة البوتشيا. ينضم لاعبها طبعا أحمد السودان معنا. أهلا وسهلا يا أحمد. يا صباح الخيرات. صباح النور. حياكم الله. الله يحييك يبقيك. الله يبقيك وأنا أخوك. خلنا نتعرف على البوتشيا. أنا أول مرة أسمع عنها يا أحمد. هو بوتشيا هو شتيت لي آقا إذا يلعب بوتشيا. أها، لعبة مخصصة لذوي الإعاقة. أي نعم. طيب عبارة عن إيش؟ يعني كيف طريقة اللعبة؟ وش الأشياء المستخدمة في اللعبة؟ الدخلة الكرة الصغيرة يرميها بالنكتة، هدف النكتة بيضة إن شاء الله ياخذ نقاط. جميل. القدرات اللي لازم الواحد يكون عارفها، هل هي تتركز أكثر على الصبر، على القدرات الذهنية، هل المفروض أنه يكون في حركة؟ اي نعم، مفروض يتحركون ذهنية مستمر. ما شاء الله، نشوف هالميدالية يا احمد. علمنا، حكينا عن بطولاتك، عن وضعك كلاعب فيها. انا حققت بطولة كرف اسيا بالاردن، ميدالية بولنسية منتخب سعودي. ما شاء الله. من اسبوعين حققت ميدالية ذهبية فردي. جميل. ما شاء الله، انجازات وطنيه وفرديه. فخورين فيك يا احمد. ما شاء الله. احمد، انت متى بديت في هذه اللعبه؟ من سنتين. في سنتين وحصلت ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه البطولات. سنتين. أيوة. وبطولتين. اي سوى. ما شاء الله تبارك الله يحفظك. احنا فخورين فيك اكيد يا احمد. ايش اللي خلاك تدخل هاللعبه يا احمد؟ كيف تعرفت عليها؟ دخلت على اللعبه فيها كابتن محسن، هو كان من زمان يسوي تمارين بوتشيا، بدل احنا بدور تفسع بالدبي. جميل. كان بدايه مرحله بوتشيا. رائع. طيب خلينا كذا من خلالك نوجه رسالة للشباب اللي عنده أحلام وعنده طموح وحاب يجرب هذه اللعبة، إيش راح تقول لهم؟ أقول لهم ما في صعاب، لازم هلا هوايتهم موهبة، هوايتهم موهبة لازم يستمر عليها. جميل. يعني هذه الرسالة القيمة بكل تأكيد، خصوصا في كافة الألعاب وأيضا المشاركات، أن الواحد أيضا يحقق المنجزات. يعني شارك أكيد التجربة رائعة، ولكن إذا دخل بهالشغف حقك يا أحمد أكيد أنه حيلبس الميدالية اللي أنت لابسها الآن. إذا عندك كلمة أخيرة أتركها لك. نواجه الصعاب، يعني ما في أماكن مهيئة. إيه؟ ما في مدربين مؤهلين مختصين على اللعبة. لازم في فرق بوتشيا مثل الدوري، لازم نستمر بوتشيا سنة. حتستمر اللعبة هذه بجهودكم بإذن الله، وإن شاء الله أنتوا اللي حتكونوا الداعم الأول لها، ومن خلفكم الجميع بإذن الله. وإن شاء الله المسؤولين يستمعون إلى هذا الصوت، خصوص المسؤولين عن هذه اللعبة. المسؤول مين؟ توجه الرسالة لمين؟ للجنة البار أولمبية؟ لا، دعم حكومي، صاحب سمو أمريكي أمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة. لازم دعم سنة. تستاهلون إن شاء الله يا أحمد. في القادم بإذن الله تكون هناك دوريات ومسابقات تنظم لكم مع الحراك الرياضي الكبير الموجود الآن في المملكة. صوتك إن شاء الله يوصل. شكرا جزيلا لك أحمد السويدان، وأنت بطل لعبة البوتشيا. بالتوفيق يا أحمد.